أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن من السلف من توقف في مسألة نقصان الإيمان لأنه لم يرد في ذلك نص صريح؟ لا أعلم شيئا من ذلك. ورد نص في نقصان الإيمان في حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا يدل على نقص الإيمان، وأنه وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل على أن الإيمان ينقص فيكون مثل حبة الخردل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، والأدنى هو الإيمان الضعيف. قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا دليل على أن الإيمان يضعف فيكون صاحبه قريبا من الكفر. نعم.